وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله دي من آثار الحلقة ودعوة التوحيد، إنه حميدة بقى يقول لك لو في زول قال لك الصوفية بيقول إنه الشيخ بيعلم الغيب كذابين. كويس، عرف إنه اللي بيدعي علم العيب الغيب كذاب، مش وصدق وهو كذوب، فهمت؟ فهنا واحد من أخواننا جاب لي، وطبعا احنا ما محتاجين نثبت لانه الكلام ده اثبتناه والحلقه اللي فاتت من قطب الصوفيه، وحميده ده يغرد خارج السرب. طيب هنا ده كتاب اسمه المديد، قال في ادب المريد مع شيخه، طبعا كلام ذاته فارغ. المديد معناه شنو كذا؟ المديد معناه شنو؟ ما يعني كلمه ذاته ما عندها، يعني لو كان الداتا مربوطه بقت المديده كان شويه بيبقى عندها موضوع، لكن كلام فارغ ساي. والله المديد ده لو سألت في ساغورس، ولو سألت بتاع أنطوني داك إنجليزي عربي، لو سألت ابن رجب الحنبلي ما بتلقى إجابة على الموضوع ده، لا في غاموس لغة لا في غاموس روطانة. ما في مديد، في مديد بالمحزي، في مديد بالدنقلاء، وين شيخ محي الدين في مديد؟ ما في مديد يا أخي. لكن عشان تعرف الصوفي إنه ما فاهم حاجة، عرفته الصوفي بس داير ينشر كلام باعتبار انه انسان مؤلف وعالم وكده. طيب هنا بيتكلم عن اداب الشيخ مع المريد، اداب الشيخ مع المريد. الكتبة الكبيرة بيجوا يختصروها في اوراق صغيرة وكتيبات صغيرة، ولابد تعرف الكلام ده لانه الليلة بقت لهم الشغلة حارة، بيجوا ينكروها بجاي بدأ ينكر. اظن ناس امريكا دقوا لي الجماعة قال لهم بالله وروا بتاع سوق ستة ده، وروا يا اخي الشغلة دي ما يفكها كبيرة كده كده، الناس ما بصدقونا، قالوا له قطرة واحدة واحدة، فهمت؟ طيب فهنا قال سيدنا عمر ابن سعيد الفوتي في كتابه رماء حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم في الفصل التاسع عشر، في تحذيرهم اي المشايخ من مخالفة الشيخ بعدم امتثال اوامره حاضرا او غائبا، والاعتراض عليه سرا او جهرا، فاقول بالله التوفيق. طبعا الكلام ده منقول من كتب الطريقه التجانيه، الفوتي ده ياتوا طريقه ده التجانيه، والكتاب موجود رماح حزب الرحيم، مطبوع بهامش كتاب جواهر المعاني في وبلوغ الاماني في طريقه التجاني. قال وهو الهادي الى سواء الطريق، قال لك اعلم أنه لا شيء أضر على المريد من مخالفة الأشياخ وعدم امتثال أوامرهم والاعتراض عليهم وعلى الأولياء رضي الله عنهم وترك تعظيمهم واحترامهم وعدم قبول إشاراتهم فيما يشيرون عليه. قال في تحفة الإخوان في الآداب، كأنه كتاب بتعدين كلهم صوفية عطالة ساي، التحفة والإخوان كلهم، قال التي تطلب من المريد في حق الشيخ. يعني انت الليله لو داير تبقى تابع لحميده لابد يكون عندك هذه الاداب. نمره واحد، اوجبها قال لك تعظيمه وتوقيره ظاهرا وباطنا وعدم الاعتراض عليه في شيء فعله ولو كان ظاهره حرام. ده من اول الاداب انك تبقى مع الصوفي، انه الزول ده توقر وتعظم ظاهرا وباطنا، والذي يعظم هذا التعظيم هو الله سبحانه وتعالى، والذي يطاع في جميع أوامره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش الفكيه. نطيع ظاهرا وباطنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى آخر الآيات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وما أنزلنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ذا التعظيم الباطن مما قضيت ويسلموا تسليما. فهمت؟ ذا التعظيم الظاهر والباطن. وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وربنا قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. دا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الفقيه ما بجوز. كمان قال لك شنو؟ قال لك وعدم الاعتراض عليه في شيء فعله ولو كان ظاهره حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة في معصية الله. ما في طاعة. يا اخ ربنا قال لك ابوك وامك مش ابصال عده. ابوك وامك. ربنا قال لك وان جاهداك يعني حاولوا معك ويعالجوك على انك تشرك بالله وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم اها فلا تطعهما. اجي اسمع انت كلامك البيبار الجداد بودي الكوشه. فهمت؟ فده كلام ربنا سبحانه وتعالى وده المنهج الصوفي. والليلة دار يجي يكذب على الناس يجي يقول لهم قال حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال الكلام ده ما صحيح لانه اليهود والنصارى ما عندهم مساجد زينا. قال اول حاجه دل بجايده ده اول حاجه معترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحديث ده منه؟ قالوا منه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. ده نمره واحد. نمره اثنين معنى قولي عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبياء مساجد أي أماكن لشنو؟ للعبادة. فهمت؟ وهم ذاتهم عندهم صلاة ولا ما عندهم صلاة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة وأقيموا الصلاة ها؟ وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بني إسرائيل ده شنو؟ ده اليهود ونصارى. فهمت؟ فهم ذاتهم بنص القرآن يا قرعوبة. فهمت؟ بنص القرآن الناس ديل عندهم مساجد يعبدوا فيها ربنا سبحانه وتعالى وبيصلوا فيها. لكن يا أخوانا الإنسان لما يكون بيعايل جيوب الناس ما داري يدي الناس معلومه صحيحه يشيل اي حاجه. عشان كده لما جاي يقرا الحديث ذاته انا سامعه قال نعل الله اليهود والنصارى. ده بروايه سلفاكير ولا شنو؟ نعل ولا لعن؟ انت موهوم في مخك؟ فده زول بس داري يسيف قروش الناس ساكت. طيب كده نجيو تاني نديه فاصل قصير ثم نواصل. قال ولو كان ظاهره حرام ويؤول ما انبهم عليه. قال وتقديمه على غيره. تقدم الفقيه على غيره يعني لو تجاني لو قال لك لو انت تجاني وماسك الاوراد بتاعت التجانيه ورد وجاك واحد تابع للبرعي قال لك عندنا صلاه مع البرعي او البرع عنده بيجاي اوراد راح نمشي ندق معاه والنوبه تقول له هم 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 هم. ما ده الادب كده. لو انت ختمي جاك قادري تقول له لا 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 لا. لو انت كزنزاني جاك حميده برضه ما تمشي معه. شوف الاولياء بتاعنا الصوفيه ما دايرين شيخ صوفي زيهم يشاركهم في المريد. تخيل. ولما نحن نقول لهم ربنا سبحانه وتعالى الخالق الرازق ولا وجه للمقارنه ولله المثل الاعلى ربنا ما تجعلوا له شريك يقوموا يكركوا. شوف قال لك شنو؟ قال وتقديمه على غيره وعدم الالتجاء لغيره من الصالحين. قال لك يعني انت بتنادي التجاني او عاد تنادي السماني. بتنادي السماني ما ده الادب. ولو ناديته انت شنو؟ تقل الادب. في انت؟ لكن لو ناديتهم تشد انت مشرك وما عندك موضوع لما تجي تنادي لك قرعوبات زي ديل. في انت؟ فيتخيل الصوفي ذاته قال لك عشان تخش طريقتنا الشيخ بتاعنا ده ما تنادي معه واحد تاني
ناديت واحد تاني انت مركت من الطريقة والله. ويخشى عليك سوء الخاتمة زي ما قال التجانية، قالوا من خرج من الطريقة التجانية فإنه يخشى عليه سوء الخاتمة وأنه يموت كافرا لو مركت من التجانية. طيب يا ناس أنا بدعو الله براو وقلت لكم ما تنادوا مع الله مخلوق، مخلوق ضعيف فقير لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، كما قال إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ما يغني عنك شيئا، مش ما يغني عنك شيئا ده بيقلع منك. زمان الحلقات الفاتت كان بيتكلم قاعد، لكن كده دي نظرة من قصاد الطاقة بقى واقف، الشغل ما سخن بقى قاعد، بقى قاعد في نار بتاعت منقد. والله انت براك تورطها، قال لك تتورط منه، انت قال نفسك بتحاربنا، نحن لو كان بتحاربنا كان بدري ممكن تنتهي مننا، لكن انت بتحارب في رب العالمين، فهمت؟ ولو جيت تحارب رب العالمين انت بتنتهي مرة واحدة. ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الشبهة الثانية قالها قبل شوية، قال إنه الحجاب ما شرك. ليه؟ قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن أو دي موضوع ثاني، قال الحجاب ما شرك، قال لأنه ما عرف شنو إنه في حاجة بالقرآن وكده. يا زول العلماء وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، داير تخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام لابد تجيب شنو دليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. والشبهة الجابة هو في الحلف بغير الله، قال يجوز الحلف بغير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب لما سمعوا بيحلف ويقول والخطاب، قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يا تسكت يا تسكت يا تحلف بالله. حماده قام جاب لك خيار ثاني إنه ممكن تنادي الشيخ أو تحلف بالشيخ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله حديث ابن مسعود فقد كفر أو أشرك. تحلف بمخلوق ضعيف، تحلف بشيء مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فدنسي من نسي فحلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله، دي الكفارة حقتها، فهمت؟ فالكلام ده ما حقنا، لكن بصرع ما شافش جايب له كتب كبيرة، كما قال الله عز وجل كالحمار يحمل أسفارة، ما فاهم حاجة. بيقول لك الوهابية قالوا وقالوا، نحن ما قلنا يا أخوانا، القال هو من؟ القال هو الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده ابن مسعود يروى عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ لأنهم بيعظموا ربنا سبحانه وتعالى حق التعظيم، ولأنهم يعلموا قدر الله جل وعلا. عشان كده ما بتلقى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بيحلف بالله، تلقى الخلفاء الراشدين ما بيحلفوا إلا بالله، الأئمة الأربعة ما بيحلفوا إلا بالله، وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة الأربعة والصحابة والخلفاء الأربعة والعلماء المرضيين خالفهم حميدة. يتخيل حميدة والإمام مالك في وجه بتاع مقارنة ما بتلاقي جزاته، فهمت؟ عشان كده نحن وصيتنا للناس، الزول ده الشغلة قربت بعد شوية بجيب عربيته بيطلع بفوق، وإن شاء الله ما بتلقى ملينا بإذن الله. تواصل الحلقة إن شاء الله.